أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا البرنامج الخاص وفيه نستعيد ملامحة من تاريخ العراق المعاصر انطلاقا من حدث نستعيد هذا المساء ذكراه الخمسين حدث شكل انعطافة كبيرة في تاريخ البلاد مع أنها انعطافة مثيرة للجدل فثمة من يرى أنه حدث أوقف التطور الطبيعي والتدريجي للعراق، وهناك من يرى فيه تخلصا من قيود الحكم الملكي إلى رحاب الجمهورية، أنه الرابع عشر من تموز يوم انقضى ضباط على سلطة النظام الملكي وأعلنوا بعد مجزرة راحت ضحيتها العائلة المالكة قيام العراق الجمهوري. اليوم في العراق نقاش مفاده هل كان الرابع عشر من تموز ثوره حقيقيه ادخلت البلاد في مراحل تطور ام انه كان انقلابا عسكريا قاد لعصر انقلابات وجمهوريات حرب وقمع؟ نقاش مؤثر وحيوي ومن ضمنه برنامجنا هذا ما كان ليكون لولا سقوط المحرمات في عراق يبدو وهو يتطلع الى شوط حريه تاجل كثيرا. هنا لا بد من التنويه من أن التاريخ بات في متناول الجميع ومن الممكن تقليب صفحاته بيسر ومن هنا فإننا لن نتوقف كثيرا عند التراتب الزمني للأحداث بل توقفنا عند الأحداث بوصفها بوابات لتحول اجتماعي وفكري و لتسليط المزيد من الضوء على الحدث في ذكراه الخمسين ينضم إلينا من مدينة تورنتو الكندية الباحث والمورخ دكتور سيار الجميل ومن بيروت المفكر والباحث في علم الاجتماع دكتور فالح عبد الجبار أهلا بكم ضيفي الكريمين على مدى ساعتين تقريبا من الآن إلى هذا البرنامج الخاص والذي وضعنا له عنوان ملكية وأربع جمهوريات وإذا كانت الملكية واضحة فإن الجمهوريات هي جمهورية عبد الكريم قاسم، جمهورية الأخوين عارف، جمهورية البعث الممتدة من العام 1968 حتى سقوط صدام في العام 2003 والجمهورية الرابعة هي الجمهورية الحالية التي بدأ تاريخها الفعلي مع انتخابات العام 2005 وكي نستعيد الحدث، حدث الرابع عشر من تموز 1958 لا بد من استعادة الملامح الأولى للدولة العراقية الحديثة عبر قيام النظام الملكي طوى العراق الذي كان مقسما الى ولايه الموصل وولايه بغداد وولايه البصره فتره السيطره العثمانيه مع دخول القوات البريطانيه الى بغداد في العام 1917. في مشهد كانت فيه البلاد تغرق في تخلف شديد وان كان الوالي مدحت باشا حاول القيام باصلاحات اداريه واقتصاديه وثقافيه ونشر بذور التمدن. احتلت بريطانيا العراق بعد هزيمه الدوله العثمانيه. وتطبيقا لاتفاقية سايكس بيكو كان العراق من نصيب بريطانيا وبعد تلك لندن في الاعتراف باستقلال العراق اندلعت ثورة العام 1920 مما كلف بريطانيا خسائر مادية وبشرية دفعتها إلى الاعتراف باستقلال العراق ضمن الحماية البريطانية وجرى تنصيب الملك فيصل الأول ملكا في الثامن عشر من آب عام 1921 إن مبايعة الملك فيصل الأول ارتبطت بشرط إقامة نظام ديمقراطي وانتخاب المؤتمر التأسيسي الذي يسن القوانين والدستور في مدة ثلاثة أشهر من استلام الملك لزمام الأمور. يجمع المؤرخون حتى من معارضي النظام الملكي على أن العراق كان يسير بقيادة فيصل الأول بخطى ثابتة ومتزنة على طريق التطور السلمي التدريجي. لبناء دولة عصرية دستورية وديمقراطية وفي اشد الظروف تخلفا وصعوبة والتي رافقت بناء الدولة العراقية. مؤيدو الملكية العراقية ومعارضوها يجمعون على ان الملك فيصل الاول نهض بالشخصية الوطنية العراقية كان سياسيا محنكا وذا صلات اقليمية ودولية مكنت العراق من ان يكون مؤسسا لعصبه الامم كان يلتقي باستمرار بقوى المعارضه والشخصيات الوطنيه ورجال الدين ورؤساء العشائر كان يعد العراقيين بتحقيق مطالبهم وان خيرا عميما سينتظرهم اذا ما تجنبوا العنف تعهد للكرد والاقليات القوميه والدينيه بضمان الحقوق والمشاركة السياسية. لذاك سارت الامور في عهد فيصل بهدوء وكان التطور يجري بسلام. ويذهب مؤرخون الى ان نهاية النظام الملكي في العراق قد بدات عمليا برحيل مؤسسه الملك فيصل الاول ولم يحصل اي نوع من الاستقرار السياسي في العراق منذ وفاته عام 1933. حيث فقدت الحكومه العراقيه هيبتها وصار نور السعيد هو الحاكم الفعلي في العراق ولعب دورا كبيرا في ايقاف عجله التطور السلمي التدريجي وتجميد او تهميش الدستور ومعه بدات مرحله عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وهو ما يناقضه مؤيدو السعيد والذين يرون فيه شخصيه وطنيه عراقيه عمل بداب من اجل اعلاء كلمه وطنه ونظر اليه العالم باحترام وللحديث عن هذه الفتره وملامحها السياسيه والاجتماعيه اسال ضيفنا الدكتور الجميل يعني يحسب للملك فيصل أو للملك فيصل الاول حتى بين معارضي النظام الملكي انه وضع ملامح الدوله العراقيه الحديثه يعني هل يمكننا التعرف دكتور اكثر على ابرز هذه الملامح غير ما وردت الاشاره اليه في تقريرنا الذي تابعناه وتابعته انت حضرتك؟ آه نعم آه البدايه الحقيقيه كانت بال 1921 لكن كان هناك ارهاصات في العراق بدات من عام 1908 هذا الرجل الذي جاء او اتي به الى العراق كان يحتل مركز عربي ومركز دولي بمشاركته في مؤتمر فرساي وعلاقته القديمه مع الاتراك وعلاقاته بالجمعيات العربيه القديمه وبالاحرار العرب القدماء وايضا بالسوريين عندما شكل دخل دمشق وشكل الحكومه الفيصليه فتجربته التاريخيه اكبر من غيره اكبر من تجربه غيره في التعامل مع القوى السياسيه سواء في الداخل ام الخارج. فضلا عن هذا انه من يقرا ملامح تلك الفتره يجده هو المؤسس فعلا الحقيقي لهذا الكيان المعاصر وكان كان يتخذ من وقته كاملا اداه للحكم ويتعامل مع الجميع سواء معارضه او سواء من يتفق معه او من يختلف معه <applause> معامله سياسيه شفافه واضحه وايضا اعتماده على الخبراء وعلى العدد من الذين ازروه في بدايه ذلك الحكم. فأنا اعتقد البدايه كانت ناضجه لبداية لعراق كان يحتاج الى مؤسس فعلي حقيقي في تلك الفتره بالذات مع وملامح تلك الفتره ايضا تتضح في العشرينات عندما نقارن تلك ذلك العقد الزمني بما تلاه من عقود زمنيه من الناحيه السياسيه. <applause> ما يحسب للملك فيصل يراه كثيرون انسجاما مع إرادات شعبية عراقية قبل أن تكون إرادة ملك يوصف بأنه مصلح يعني أسألك وأنت أستاذ والباحث في علم الاجتماع ما ملامح الحركة الاجتماعية العراقية في تلك الفترة ومن هم الفاعلون فيها وهل أسهموا فعلا بوضع يعني لبنات التحديث السياسي والاجتماعي إلى جانب السلطة كان هناك ثلاث قوى رئيسيه بالعراق فاعله لا. القوه الاولى والاراس هي النظام البريطاني الاحتلال البريطاني مه. اللي كان يطلع على اقامه ملكيه نظام ملكي دستوري على الغرار غرار ملكيه وستمنستر وكان هناك رجال القبائل والمتحدرين من يعني الاشراف والساده اللي يتطلعون الى ان يكون ملكهم يعني يلبي القيم او يتمتع بالمكانه اللي تساندها قيم الشريعه ان يكون مسلم وملك فيصل من عتره ال البيت يعني هو قرشي النسب <applause> وبالتالي ايضا يعني لبي هذا يتفق مع ايديولوجيا النسب اللي تتمسك بها العشائر والقوه الثالثه هي الضباط الشريفين الضباط اللي كانوا خدموا في الجيش العثماني ثم انتقلوا مع الملك فيصل في سوريا وجاءوا الى العراق ولعبوا دور في ثوره العشرين دولة مجموعة حداثية تريد تبني دولة حديثة ذات جيش مكين إلى آخره وهي ذات نزعات عروبية قوية فهذه القوى الثلاثة الحقيقة اندمجت في شخص الملك فيصل فهو من ناحية يعني ذو ثقافة حديثة ويفهم أيضا نفوذ الإنجليز عالميا وعراقيا ومن ناحية ثانية هو يفهم أن هذا المجتمع تقليدي منظم في قبائل وفي بيوتات تتمسك بالنسب الشريف إلى آخره وهناك قوى حديثه تتطلع الى بناء دوله حديثه مثله تقوم على اداره وعلى دستور وعلى برلمان وايضا وهذا مهم على جيش حديث وقوي. فهو بالحقيقه انا اعتقد انا اعتقد هو شخصيه خارقه للعاده يعني هو افضل شخصيه قياديه في التاريخ العراقي لحد الان. كل الملوك والرؤساء الذين سبقوه او لحقوه ممن نعرفهم او قرانا, قرأنا عنهم او عاصرناهم هم مجرد ظلال هزيله وكاريكاتيرات بالقياس الى دكتور فالح يعني الا ترى ان يعني ان, إن ظل ثورة العشرين أيضا كانت كان هذا الظل حاضرا وقويا، إلى جانب يعني الجانب الشخصي البارز الذي أسميته يتميز به شخص الملك فيصل يعني هذه الثورة وهذا الاندفاع الشعبي نحو التغيير على الأقل في علاقة العراقيين مع السلطة البريطانية هل له كان أيضا تأثير واضح وحاضر في تعامل الملك فيصل مع العراقيين مع البلاد بشكل عام؟ يعني لنتذكر أولا أن ثورة العشرين سبقت مجيء الملك لا. فيصل الملك فيصل جاء إلى العراق عام 1921 أقصد أنها كانت حاضرة أو... كهاجس أمامه أعرف أعرف يعني ثورة العشرين أولا يعني كلمة ثورة كبيرة كان يعني مجموعة نعم. تمردات فلاحية نعم. قسم منها حتى غير واعية وقسم منها طبعا واعية بدون بدون نقاش يعني وهي اختلطت مع ثلاث حركات بالمناسبة وليس حركة واحدة أولا حركة الاحتجاجات في المدن اللي قادها جعفر أبو التمن مؤسس الحزب الوطني العراقي وفيما بعد الحزب الوطني الديمقراطي أه وهناك حركة الضباط الشريفين اللي نزلوا عملوا إنزال عسكري في تل عفر. يعني نزلوا الى منطقه ولايه الموصل انذاك وتحركات القبائل لم تكن شامله يعني الحقيقه، مم. يعني بعض القبائل كان شيوخها قد حصلوا على اراضي وامتيازات وغير مم. ذلك وما كانوا يعني ما رفعوا السلاح ضد البريطانيين. الشيء الاساسي في هذا القضيه في ثوره العشرين انها غيرت الاتجاه البريطاني من الحكم الملكي المباشر اللي كان تساند المدرسة الهندية بزعام اللي يمثلها أرنولد ويلسون وهو كان وكيل المندوب السامي إلى المدرسة المصرية أو مدرسة القاهرة كما كانت تسمى آنذاك اللي تدعو إلى إيجاد نوع من حكم أهلي ويعني بريطانيا يكون لها حق الانتداب للإشراف على الحكم الأهلي حتى ينضج فثورة العشرين تمردات ثورة العشرين قادت إلى ترجيح الحل الثاني وتمهيد الطريق لمجيء الملك فيصل. نعم. طبعا الملك فيصل كان يدرك قوه العشائر ويدرك ضعفها ايضا. مه. يعني العشائر ليست حاسمه بالمئة رغم انه 80% تقريبا 75% نعم. من السكان نعم. كانوا انذاك في الريف نعم ولكن الريف مبعثر وغير حاسم. دكتور فالح اسمح لي بان انتقل الى فقره طبعاً. تاليه. اليوم تنظر وبحريه وتامل تنظر شخصيات سياسية وثقافية واكاديمية عراقية عن ملامح تاسيس الدولة العراقية الحديثة وتاثير العهد الملكي. بعض تلك الاراء هو مجرد قراءة للفترة الملكية، وبعض اخر ياتي انطلاقا من ميزان مقارنة مع العهد الجمهوري. لنتابع. العراق كان سباقا في ان يؤسس لتجربة برلمانية ديمقراطية، صحيح انها كانت شكلية، صحيح انها لم تكن ناضجة في العهد الملكي لكن على اقل تقدير في ذلك الوقت كانت تعد تجربه متقدمه ومرحله متقدمه على سائر دول المنطقه ولو قدر لها ان تستمر بعيد عن تدخل العسكر في السلطه بالتاكيد لوصلنا لو الى نظام سياسي ديمقراطي مستقر الى قدر كبير او حد كبير. الكل يعلم في العهد الملكي كان هناك مناخ التعدديه السياسيه مناخا واسعا. مناخ التعدديه الحزبيه باستثناء بعض الحالات بعض المفردات كان مناخا واسعا. لو كان العهد الملكي مستمرا لكان افضل. انقطع العهد الملكي. هناك تقاليد تقاليد بنائيه تاسيسيه. اعتقد العراق الخمسينات بدا يضع اللبنات الاساسيه لاقامه دوله مدنيه سياسيه عراقيه. هذا الموضوع يعني تحكمه مصالح المواطنين، يعني المواطن اذا راى مصلحته وحريته ورفاهيته ويعني تهيات له الظروف بالكامل هو سيحكم على النظام الجمهوري والملكي، انا في اعتقادي انه العبره في تطبيق النظام وليس في شكله. الان نجد لو مقارنه ما بين الانظمه الملكيه عاده تعيش حاله استقرار. ونوعا فيها ايضا حاله يعني ديمقراطيه وحريه اكثر من الانظمه الجمهوريه وخاصه الثوريه اللي نشات في الستينات وكذلك نهايه الخمسينات مثل يعني نظام جمال عبد الناصر، عبد الكريم قاسم، عبد السلام عارف هذه في سوريا ايضا حافظ الاسد غيرها، هذه كانت حقيقه انظمه قمعيه. الملك فيصل على الرغم من انه لا يرجع الى اصول عراقيه لكنه تصرف كمواطن عراقي لانه ناضل من اجل تاسيس دوله وطنيه عراقيه ووضع الكثير من اللبنات الاساسيه لبناء مجتمع عراقي حديث على الرغم مما شابه من بدايات ضعيفه او خاطئه تتمثل في وجود نظام الانتداب البريطاني من جهه وثانيا من خلال اعتماد آلية فرق تسد التي وضعت في القيادة طائفة معينة على حساب الأكثرية السائدة في المجتمع العراقي دكتور سير اسالك يعني في نص شهير هي مذكره الملك فيصل الاول نتعرف الى انشغال للملك ولحكومته بتعويض ما يعتبره عاهل العراق الاول يعتبره انقسام اهل العراق بين بعضهم البعض قوميا وطائفيا ودينيا وفكريا ايضا يعني اسالك الى اي حد يبدو كلام الكلام عن سعي الملك فيصل الاول الى تكوين هويه وطنيه عراقيه موحده كلاما موثقا وحقيقيا يعني هل من امثله وقراء على ذلك يعني هو ليس سؤالا محرجا حقيقه كتبت هذه المذكره في اخر سنه من حياه فيصل كتبها في اخر سنه ولم يكتبها في 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 بدايات عهده. نعم. آه الرجل هو كان يعاني يعني آه كان يعاني الكثير وهو ليس ب عمره ليس كبيرا يعني نعم. يعني. توفي في الخمسين كان كان, يتح كان نعم. يتحمل اه نعم. آه وايضا ليس هو صاحب صحيح يصنع قرار، صانع قرار من الدرجه الاولى. ولكن يعتمد على ناس أكفاء يعني لا ننسى دور رستم حيدر لا ننسى دور جعفر العسكري لا ننسى ممش. دور كل النخبة التي كانت حوله وكان يستشيرهم في كل مم. قرار يتخذه كان منفتح على الناس يعني هو من أين أتت هذه المذكرة من كثرة المشاكل التي كانت تزحم عليه يوما بعد يوم من كثرة ال 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 الاعتراضات من مم. كثره عدم الرضا من كثره طلاب المناصب من كثره طلاب المال لا. من دكتور كثرة سيارة لو سمحت لي يعني سالتك تحديدا يعني الرجل حقيقه في مذكرته كان يتحدث بمزيج من الالم عن انقسام العراقيين طائفيا وقوميا ويقول ان لا عاصمه للعراقيين كي يظلوا موحدين سوى تكوين هويه وطنيه عراقيه، يعني سالتك هل من مؤشرات على ان الرجل سعى فعليا الى يعني ايجاد اجواء تسمح بقيام شعور وطني موحد بين العراقيين؟ هو آه هو سعى بتحديد ما اراد للعراق ولكن ليس لا يمكن ان اقول بانه صاحب مشروع طويل المدى، لم يمتد به العمر. هو افنى حياته من اجل العراق هذا هذا شيء يعني متجاوزين له، ولكن مشاكل العراق وانقسامات العراق اكبر من طاقه حاكم جاء الى العراق عام 21 وهي حقائق ثابته يعني لماذا دائما نتخلى عنها؟ مم. هناك انقسامات في المجتمع العراقي، هناك افتراقات، هناك اختلافات، هناك تباينات، هناك ليس فقط طبقيات كما اشيع، مم. لكن هناك اختلاف في المستويات حتى على مستوى المدن والدكتور فالح يعرف المجتمع العراقي اكثر من عندي. مذكره الملك فيصل انا اعتقد انه الحاكم الوحيد الذي لم يكذب على شعب العراق، يعني انه الحاكم الوحيد الذي لم يمجد في شعب العراق وسعى مع الساعين لكي يقدم له الهوية محددة ولكن فرص الاستجابة كانت أكبر من فرص التحدي نعم دكتور سيار اسمح لي اسمح لي بالانتقال لدكتور فالح عبد الجبار واساله يعني دكتور فالح يبدو كانه فولكلور سياسي وتاريخي للمتهكمين من وجود عراق موحد ومنهم من هؤلاء المتهكمين شيعه واكراد ويوردون جمله تقول بان باني دوله العراق الواحد هو ملك مستورد من خارج العراق، جيء به ليقوم يعني يقوم بتلزيق عراق مقسم كي يبدو عراقا موحدا. يعني هذا الفولكلور السياسي ان الوصف، كيف تقيم ابعاده الفكريه وهل بدا يعني فعليا الملك فيصل غير عراقي انطلاقا من تاريخ وجوده ملكا على العراق يعني قبل مجيء الملك فيصل فكره العراقيه هي فكره جغرافيه يعني يوجد اقليم اسمه العراق يمتد لربما الى سامراء موجود يعني في الادبيات التاريخيه حتى على العهد العباسي آه ولكن المعنى الجديد لكلمه العراق هو تنظيم سياسي اجتماعي، الامم الحديثه هي امم تقوم في اقليم تمثل جماعه بشريه وتفترض ان شر ان ولاءها ينتمي الى هذه الرقعه من خلال العيش المشترك، من خلال التلاحم الى اخره. هذا الوضع الجديد انشاء الامم الحديثه في اوطان في اوطان محدده في رقع جغرافيه محدده هو من من, من يعني تطور بشري لم لم تشهده البشريه قبل القرن الثامن عشر ووحده من التعبيرات عنها هو الايديولوجيا القوميه اللي دخلت الى المنطقه اواخر القرن التاسع عشر يعني دخلت القوميه التركيه بافكار عنها القوميه العربيه الى اخره قبل هذا كانت الهويات اما اسلاميه عامه او محليه تنتمي الى محله الى قبيله الى اخره وفكرة القوميات أيضا كفكرة حديثة نشأت في المجتمعات الصناعية بفضل وسائل الاتصال شبكات الطرق الحديثة التجارة سكك الحديد التلغراف الرواية الجريدة إلى آخره اللي تخلق مجال ثقافي ومجال اقتصادي واجتماعي متداخل وبالتالي يخلق هويات مشتركة هو الملك فيصل كان واعي أن العراق بلد زراعي ليس فيه طرق حديثة ليس فيه جهاز سياسي جامع لأول مرة يحصل فيه جهاز سياسي جامع الرقعة الجغرافية للعراق التاريخي تختلف عن الرقعة الجغرافية للعراق السياسي الجديد بعد 1921 لأنه صار يضم أكراد يضم غير عرب إلى آخره فهو كان يدرك ومذكرته و و تعكس هذا بوضوح يقول لا توجد فكرة وطنية العراقيين ما عندهم فكرة عن الوطنية وهذا شيء ولد بالحقيقة بالتدريج في العراق الملك فيصل إسهامته في بناء هذا أنا أعتقد إسهامه واعي لأنه هو كان واعي لمبدأ القوميات ومبدأ بناء الأمم ومن البراهين على هذا يعني أذكر لك ما يلي أولاً انشاء لمدرسه الموظفين، بدا ياخذ من ابناء المشايخ والقبائل من كل جهات العراق ويدخلهم في مدرسه الموظفين لان كان يدرك انه بدون المشاركه في اجهزه الدوله الاداريه هذا خلق هويه موحده مستحيل. الشيء الثاني انه مجلس الاعيان ايضا ضم كثير من الوجوه والمشايخ والشيوخ والاغوات من كل العراق ومن كل القوميات ومن كل الطوائف ومن كل الاديان والمذاهب. الشيء الاخر وهذا طبعا يجسد المشاركه السياسيه. الشيء الاخر انا اللي لفت انتباهي دراستي لتركيبه ملاك الارض الكبار اللي اغلبهم هم طبعا شيوخ قبائل. لاحظت ان تركيبه هذه الطبقه تقريبا واللي انشئت بالعهد الملكي يعني الملك فيصل الانجليز بدوها ولكن الملك فيصل كان واعي لأهمية لأن كانت القاعدة الاجتماعية للعهد الملكي كانت تضم تقريبا 48% منها شيعة 20% منها أكراد 18 إلى 20% منها عرب سنة و 3% آشوريين وكلدان ومسيحيين إلى آخره وتركمان 1% وأكثر تكاد تكون هذه الطبقة منحدرة من كل الجماعات ما قبل الوطنية خلينا نسميها أو الجماعات اللي أريد لها أراد لها الملك فيصل أن تدخل وتشارك في المجال الاقتصادي وتشارك في المجال السياسي وتشارك في المجال الإداري، وهي هذه هي الآليات الوحيدة لما يسمى النيشن يعني بناء الأمم، الأمم ليست مجرد شعار بالهواء أنه أنت تولد في حقل جغرافي بنظام سياسي ونظام اقتصادي، إذا ما عندك حصة فيه أنت تكون غريب ومستبعد وبالتالي تتمرد عليه. فهو هو باني الامه العراقيه اذا كان لهذه الكلمه من معنى هو بانيها وليس احد غيره لا يمكن لاحد غيره اللي اجوا بعد الحقيقه سلموها نعم. خربوها جزئيا للاسف ضيفي العزيزين وانتم اعزائنا المشاهدين فاصل ونعود